مشروع بدأ في 2017، عبارة عن وضع لوحة معدنية على المباني اللي عايش بيها شخصيات أثرت في حضارتنا الحديثة والمعاصرة، بهدف التكريم والتوثيق لرموز الفن والثقافة في مصر. لافتة مشروع هنا عاش تثير انتباه وفضول الناس في الشارع، وينتهي فضولهم حول اللوحات بمعرفة أنه هنا عاش فلان. الرئيس محمد أنور محمد السادات، رجل الحرب والسلام. لن أتردد دون تضحية مهما كلفتني في سبيل أن تصل الأمة إلى وضع تكون فيه قادرة على رفع إرادتها إلى مستوى أمانها. ولد أنور السادات في قرية ميتا بولكوم بمحافظة المنوفية، وتخرج من الأكاديمية العسكرية عام 1938. اشتهر السادات بجرأته وحنكته ودهائه السياسي، وفي القصر على كورنيش العجوزة عاش السادات. العندليب لصمة عبد الحليم حافظ، ولد في قرية الحلوات التابعة المركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية. يعود فضل اكتشافه إلى الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب، ليتحول اسمه من عبد الحليم علي شبانة إلى عبد الحليم حافظ. على حسب ودار قلبي يا أبويا راح أقول للزين سلامات 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 سلامات، على حسب ودار قلبي يا أبويا. توفى في لندن عن عمر يناهز 47 عاما، وبحي الزمالك هنا عاش. سعاد حسني، سندريلا السينما المصرية. ولدت سعاد محمد كمال حسني في حي بولاء بالقاهرة. اكتشفها عبد الرحمن الخميسي وقدمها في دور أوفيليا في مسرحية هاملت، ثم قدمها سينمائيا في فيلم حسن ونعيمة عام 1959. مثلت العديد من الأفلام إلى جانب مسلسلات إذاعية وتلفزيونية، وتوفت في لندن 21 يونيو عام 2001. وفي حي الزمالك هنا عاشت. فؤاد المهندس، الأستاذ. يا سلام لو تقبلني عريس واخد شهر عسل في باريس، انما لكن انا هنا ساكن ولا البيت اجره ابليس. ولد فؤاد زكي المهندس في 6 سبتمبر عام 1924 في حي العباسية بالقاهرة. حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة. أول بطولة سينمائية عام 1954 في فيلم بنت الجيران أمام الفنانة شادية. وبالزمالك هنا عاش. هند رستم،
مارلين مونرو الشرق. انت يا بنتي مش هتبطلي عمايلك دي مع صوت الرقبة؟ حذر مني حاجة. الماشية المايعة اللي عمالة تتقصعي فيها دي مالكيش حق يا معلم. شايفاني بعمل ايه؟ بتدلع ولا برق؟ شوفي يا اختي البنت وعينها البيبي. ولدت هند حسين مراد رستم في حي محرم بك بمحافظة الإسكندرية لأب من عائلة تركية مصرية كان يعمل ضابطا في الشرطة. كان أول ظهور ليها كومبارس في أغنية اتمختري يا خيل مع ليلى مراد. اتمختري واتنيل يا خيل وروسي ويا ريس الليل. اتمختري واتنيل يا خيل وروسي ويا ريس الليل. واتمختري يا خيل اتمختري يا خيل. اكتشفها المخرج حسن الإمام وأسند إليها أدوار البطولة في العديد من الأفلام. قدمت آخر أعمالها في عام 1979 فيلم حياتي عذاب، ثم اعتزلت السينما لتتفرغ لحياتها الأسرية. بحي الزمالك هنا عاشت. إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان ولد في محافظة السويس وانتقل إلى القاهرة في بداية الثلاثينيات لكي يبحث عن مشواره الفني كمطرب. ما تستعجبش ما تستغربش، في ناس بتكسب ولا تتعبش، وناس بتتعب ولا تكسبش ما تستعجبش. وامتلك إسماعيل الصفات اللي جعلت منه نجم من نجوم الاستعراض، حيث إنه مطرب ومونولوجيست وممثل. اللي بيخبط ايه؟ يا صباحيه مباركه يا ابن العبيطه، الله يبارك فيك. عقبال عندك يا شويش. عقبال عندي يا اخي. اخرج ده قطع لسانك قليل الادب. التقت شادية بإسماعيل ياسين في حوالي 23 فيلم ما بين عامي 1949 و 1954 بمعدل لا يقل عن 3 أفلام في العام الواحد. رغم النجاح الساحق اللي حققه إسماعيل ياسين، إلى أن مسيرته الفنية تعثرت في العقد الأخير من حياته. لازالت أفلامه هي المادة المفضلة لدى قطاع عريض من الجمهور بالوطن العربي، لأنه استطاع أنه يرسم البسمة على شفاه الجماهير بفضل ملكاته ومواهبه المنفردة. وبالزمالك هنا عاش. الفنانة هدى سلطان اسمها الحقيقي بهيجة حسن عبد العال، ولدت في كفر أبو جندي التابع لمركز قطور بمحافظة الغربية. بدأت انطلاقتها الفنية في عام 1950 مع فيلم ست الحسن. اكتشفها الموسيقار رياض السنباطي، فكانت المطربة الوحيدة اللي شاركته بطولة فيلم السينمائي الوحيد حبيب قلبي. وبجوار الباب الفرعي الآخر لقصر السادات كان منزل الفنانة هدى سلطان بشارع النيل بالدقي. المطرب فريد الأطرش ملك العود. ولد فريد فهد فرحان إسماعيل الأطرش في منطقة جبل الدروز بالشام عام 1910.
فرقة بديع مصابني كعازف عود، وهناك لفت نظر الموسيقار مدحت عاصم اللي قدمه بعد كده إلى الإذاعة، ولاقت أغنيته الشهيرة يا ريتني طير نجاحا بالغا. يا ريتني طير لا طير حواليك، يا ريتني طير لا طير حواليك، مطرح ما تروح عيوني عليك. أنا عصرت فؤاد فيصل فؤاد الأطرش اللي ابن أخوه، ما عصرتش فؤاد الأطرش. جيت هنا لقيت فيصل فؤاد الأطرش، هو جيها الأطرش والدة فيصل، حضرته كذا سنة كذا، وكان بيعمل بقى احتفال بتاع عمه اللي هو فريد الأطرش. لا اللي أعرفه عنده كان فيلا في الزمالك عندي ناحية فيلة أم كلثوم، فباحة طبعا ابن أخوه الوارث الوحيد كان باحة. وكان بيسكن بحي الدقي. كمال الشناوي دون جوان الشاشة ولد في المنصورة بمحافظة الدقهلية، عاش في بداية حياته بحي السيدة زينب. تخرج من المعهد العالي للتربية الفنية ودخل عالم التمثيل ليتحول من مدرس رسم إلى أسطورة في السينما المصرية. الناس القديمة الناس على خلق يعني. في أواخر أربعينات القرن العشرين قرر خوض مجال التمثيل، وكان أول أعماله هو فيلم غني حرب. وكان يسكن بحي الدقي. أحمد رمزي الفتى الشقي. ولد أحمد رمزي بمحافظة الإسكندرية، قدم العديد من الأعمال السينمائية، وفي نهاية السبعينات قرر رمزي الاعتزال، وفي منتصف التسعينات عاد مرة أخرى من خلال عدة أعمال. ما تنساش الراجل العظيم دايما يمشي متاطي راسه، متواضع كالتراب. التواضع قوة مش ضعف. وكباقي النجوم كان يسكن بالزمالك. الفنان شكري سرحان فتى الشاشة ولد في قرية الغار بمحافظة الشرقية، بدأ مشواره السينمائي عندما قدمه المخرج يوسف شاهين لبطولة فيلم ابن النيل. أعرف أنه رجل كويس مؤدب محترم، رجع لا حياته اتجوز أو جوز واحدة من مدرسة الأرمان السنوالك والشنة. حصل على جائزة أفضل ممثل لأكثر من مرة عن بعض أفلامه، ومنها اللص والكلاب والزوجة الثانية. هيحبسك ظلم ويعدموا الظلم. أنا من غيرك ما أسويش حاجة، ولا عيال لا عم ولا خال. ربنا يهدي قواهم، احنا وقعنا بأيدينا ترحم ولا تعرف ربي. وكان يعيش بالجيزة. الصحفية روزا اليوسف ولدت فاطمة اليوسف الشهيرة بروزا اليوسف في مدينة طرابلس اللبنانية، والدة الكاتب والروائي إحسان عبد القدوس.
مجلة روزا اليوسف في أكتوبر عام 1935، وكانت تقطن بحي الدقي. المخرج حسام الدين مصطفى ولد في حي السيدة زينب، تخرج من المعهد العالي للسينما. وصل دراسة السينما في مدينة هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد إلى مصر ليعمل في الإخراج السينمائي، وتخصص في إخراج أفلام الحركة، وكان بيسكن بمنطقة الزمالك. كمال الطويل ملحن الثورة والحب والرومانسية. ولد الملحن كمال محمود زكي الطويل عام 1923 في طنطا. درس بمعهد الموسيقى العربية وتخرج منه سنة 1949. عين موجهاً للموسيقى بوزارة المعارف، عمل بعدها مديراً لإدارة الموسيقى والغناء بالإذاعة. وفي حي الزمالك هنا عاش.